إخلاص النية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. وفي بعض روايات الحديث: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قصة هذا الحديث أن رجلا هاجر مع المسلمين من مكة إلى المدينة، وكان هذا الرجل يقال له مهاجر أم قيس، كان يلقب بهذا اللقب، وكان الناس يصفونه بهذا الوصف. لماذا كان يلقب بهذا اللقب؟ هذا الرجل لما أراد أن يهاجر كان في نيته أن يهاجر حتى يتزوج امرأة هناك، هذه المرأة تسمى بأم قيس. لما هاجر هذا الرجل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجهه إلى إحسان النية وإلى صدق النية في هذه الهجرة المباركة، حتى لا يحرم الخير فيها ولا يحرم الأجر فيها. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا هنا إن الإخلاص هو سر قبول الأعمال، لأن الأعمال عاملة زي الصور القائمة أو الأجسام القائمة التي نراها، لكن سر الإخلاص فيها هو الروح التي تسري في هذه الأجساد. يعني لما بتشوف جسد وهذا الجسد يتحرك ويتكلم وكل هذا لأن فيه الروح، فكذلك الإنسان إذا أراد أن يكون العمل فيه من الروح وعمل نابض بالخير ومقبول عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون مخلصا. لذلك سيدنا الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول لنا دائما: إن الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا يطلع عليه شيطان فيفسده. وكان الصالحون من أهل الله من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يضربون لنا الأمثلة الكثيرة في إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل ضرب لنا مثلا جميلا وجليلا في مسألة الإخلاص. سيدنا طلحة ابن عبيد الله كان يرى سيدنا عمر يدخل إلى بيت امرأة عجوز كل يوم ليلا، فسيدنا طلحة أراد أن يتعرف لماذا كان سيدنا عمر يدخل هذا البيت، فذات مرة ذهب إلى هذا البيت في النهار ثم طرق الباب فقالت له امرأة عجوز: ادخل يا ولدي. فدخل فوجد امرأة عجوزا فقال لها: إن رجلا يأتي إليك كل ليلة، ماذا يطلب هذا الرجل وماذا يريد هذا الرجل؟ قالت: هناك رجل يأتي كل ليلة يكنس لي البيت وينظف لي هذا البيت، ثم يملأ لي هذا الإناء حتى أشرب فيه، ويجهز لي الطعام حتى آكل. فمن أجل هذا الموقف سيدنا طلحة يعني لام نفسه أنه تتبع هذا الأمر، لكنه استفاد من هذا الموقف أن الأعمال لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة من أجل الله سبحانه وتعالى. فاصل ثم نعود إليكم بعد قليل. أهلا بحضراتكم، ورجعنا لكم علشان نكمل قصة حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيه: إنما الأعمال بالنيات. تعالوا نشوف موقف تاني من المواقف التي تدل على الإخلاص في الأعمال، وأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لما عملوا هذا الأمر ورث هذا عنهم أيضا من جاء بعدهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. سيدنا زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه
من إخلاص هذا الرجل الكريم الذي تربى في بيت النبوة وورث هذا عن آبائه رضي الله تعالى عنهم جميعا، تربى على الإخلاص في الأقوال وفي الأفعال. كان كل يوم يخرج إلى 100 بيت من بيوت المسلمين من الفقراء، يذهب إليهم ويجهز لهم أطعمتهم والدقيق الذي يستعملونه في طعامهم وفي أكلهم. فكان يترك هذا أمام كل بيت ويطرق الباب، ثم يذهب فيخرج الرجل أو تخرج المرأة فتأخذ هذا الدقيق وهذا الطعام الذي هو أمام البيت. فلما فعل هذا الأمر ما كانوا يعرفون من الذي يقوم بهذا البيت، فلما توفي رضي الله تعالى عنهم عرفوا ذلك من خلال أنه رضي الله عنهم بعد اليوم الذي كان يقوم بهذا الفعل لم يأتي أحد إلى هذه البيوت 100، ووجدوا أنه رضي الله عنه كان في كتفه علامات تدل على التأثر من حمل هذا الدقيق ومن حمل هذه الأطعمة، وكان يعرف هذا بعض أهل بيته لكن الناس ما كانوا يعرفون من الذي يقوم بهذا. هذا الموقف أيضا يدلنا على أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى من الأمور الضرورية أن تخلص العمل بينك وبين الله. من علامات القبول إن الإخلاص يكون في قلب الإنسان أنه يستوي عنده المدح ويستوي عنده الذم. الإنسان لا يتأثر بأن الناس يمدحونه أو لا يتأثر بأن الناس يذمونه أو يتكلمون عنه طالما أن الإنسان يسير على منهج الله وعلى منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا الحديث يعلمنا الإخلاص في صورة واضحة، أن الأعمال وأن سر قبول هذه الأعمال يكون بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه أمر رباني. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الإخلاص هو سر قبول كل عمل. فكل واحد منا يدور في نفسه، هل الأعمال اللي بيقدمها من أعمال خير وأعمال بر هل هو يخلصها لله سبحانه وتعالى أم أنه يقصد بها شيئا آخر؟ لذلك لما جاء واحد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني أتصدق وأقصد ثناء الناس وأقصد الأجر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلازم الإنسان يكون عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى في كل الأعمال التي يقدمها لله سبحانه وتعالى. بنستفيد أيضا من الحديث ده يا جماعة إن الهجرة لم تنقطع بعد هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة من حيث ماذا؟ من حيث الأجر والثواب، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمم ثواب الهجرة فقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، لا هجرة بعد الفتح، ده لا هجرة من ببدن الإنسان من مكة إلى المدينة، لأن المدينة أصبحت دار إيمان ومكة أصبحت دار إيمان، لكن الهجرة ثوابها ممتد لكل من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب والآثام، وكان مع الله سبحانه وتعالى طائعا مطيعا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا جميعا، ومع قصة أخرى في لقاء آخر نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.